بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أولا مشكورين إخوة الصحفيين على يعني هذه الدعوة الكريمة للإحاطة بمشكل الماء لا في مراكش ولا في المغرب ولا في جامعة السلطان. فيما يخص جامعة السلطان ففعلا أن كباقي الجامعات ديال المغرب أن ولا مشكل الماء، يعني ما بقاوش يتزودوا من المنطقة ديال لاروكاد ديال اللي تابعة لوفيس الحوز فيما يخص الماء السقي، ولكن الماء ديال الدواوير ديال الآبار فهو يعني باقي قايمين به الجمعيات مشكورين. ولكن هذا خص أن هادشي اللي قلت الكلمة ديالي قدام الوزير أنه طلبنا من الوزير أنه يدخلوا على صعيد جامعة السلطان باش أنه هذوك الشاطويات اللي كاينين أنه ما يعني يدار يعني الواد الحار ويدار الماء ديال الأراضي ما يعني تأهيل بمعنى التأهيل باش ما يبقاوش أنه كل دوار فيه ثلاثة أربعة الشاطويات والجمعيات مساكن يعني يعاني والأمرين يعني مع هذا المشكل ديال التسيير ديال الشاطويات. وهنا عاد يكونوا تنقتصدوا من الماء، وإذا اقتصدنا من الماء أن هنا فين عاد يشيط الماء وعاد يولي الماء يتعطى للفلاحة اللي فعلا يستحقوا أنه لأنه ما يمكنش أن تجي دابا حاليا ويجوا عند الفلاحة ويقول لهم ما كاين ما أش عاد يديروا في الفلاحة في تصداد بعد ما يعيشوا فيها أش عاد يديروا، لأن يعني ما كانش الفلاحة ونتمناو على الله أنه الله يغيطنا وهذا هو الحل إن شاء الله. وفعلا بغينا من الوزير انه يعني يعطي عنايه كبيره للدواوير يعني ديال السلطان ولا لمراكش ككل فيما يخص الماء اللي هو عمله يعني تنقولوا ولا اكثر من الذهب. وشكرا.